اليوم أنا أمتلك مجموعة ولله الحمد، هذا بفضل من الله، وإن الله كرمنا أن أنا أجمع هاي المادة وخاصة الدلال، لأن الدلال أنا عندي موقف طريف صار لي في بداية أنا مثل ما قلت، أنا كنت أروح مع الوالد المحل، فالوالد لما يخليني في المحل يصير يجلس يا ربعة في القهوة، فأتم أنا في المحل أي ليس أتأمل هاي القطع، فيعني مرة من المرات أجنبي مع زوجته فسألني عن دلة، هذه الدلة بحجم اللي هي الخمرة، قال لي على كم هذه؟ طبعا بالإنجليزي يقولي how much this. أنا على كثر ما أسمع الوالد يردد كلمة 100 درهمز يعني 100 درهم، فقلت له 100 درهمز، ست على اللفظ اللي يقول بالوالد، فقال لي ريلي يعني معقولة هذه ب 100 درهم؟ قلت له 100 درهم، أنا ما أعرف، كان بايع الدلة ب 100. صرت عند أبوي يارس يا ربعة في القهوة، فقلت له أبوي ترى الدلة الفلانية اللي على زاوية المدخل المحل بعتها على أجنبي ب 100. قال غرب الكلام، بعتها ب 100؟ هذه ما تنباع ب 100، وين والريال؟ قلت له خلاص روح. فسبحان الله، يعني عدم المعرفة أو الإيمان بالشيء ممكن يسبب فضائع معينة. فمن هاك اليوم عاد خلاص تعلمت ان اي شيء انا افتي فيه او اسويه اذا حد يجي اقول له لحظه اسير اسقر الوالد اقول له تعال الريال يا يبي يصوب انا ما اعرف. فسبحان الله، وعاد انا قلت من هاك اليوم تمت الدله هذه طابعه في بالي، قلت خلاص هاي الدله لابد اني انا اقتنيها او اقتني وحده شبيهه لها، والحمد لله عندي موجوده فوق.